توكلت عليك يا رب. يا الله. ماذا دهاك؟ ماذا؟ لص؟ امسكوا به! قف أيها السارق! امسكوا به! لا تدعوه يهرب! لقد سرق ديكنا! امسكوا به! أعطني من مال الله! خذ! وهذا لك! الحمد لله! ساعدني أنا أيضاً! وهذا لك أيضاً! خذ! شكراً جزيلاً! امسكوا به! لا تدعوه يهرب! لقد سرق ديكنا! ماذا دهاك يا فتى؟ امسكوا به! إنه لص! السلام عليكم أيها الشيخ! وعليكم دعني أساعدك! لقد أمر الله تعالى في آيات قرآنية عديدة أمر عباده المؤمنين بمساعدة المساكين، وعرفهم بأن مساعدة الإخوان المؤمنين. من هذا الرجل؟ لم أره من قبل. لدي ثمن رائع، ثمن طازج. السلام عليك يا أخي. وعليكم السلام يا أخ الإسلام. لابد أنك من خدمتي وتلامذتي. نعم. جعفر بن محمد الصادق. نعم. اقترب مني وأعطني وعاءك. اقترب هنا. بارك الله في رزقك. لدي سؤال، أتعرف ذلك الشيخ؟ لقد جاء لهذه المدينة مؤخرا، ولا أعرف شيئا عن عشيرته وقومه، لكنه رجل عالم، قد أعجبني حديثه. ألا ترى كيف اجتمع الناس عليه؟ أي عالم هذا؟ إلى أين تذهب أيها الشاب؟ لقد نسيت وعاءك. قلب حديث هذا الرجل حالتك أيضا. شكرا يا أخي. يا مولاي، لقد حدثتك بما رأيت وسمعت في السوق. حقا إن هذا الرجل كذاب، لقد أضل الناس بكلامه. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لقد سمعتم حديثي، واعلموا أنني لا أتحدث إلا بكلام الله سبحانه وتعالى. أعطني من مال الله. خذ. شكرا. وهذا عن رزقنا لهذا اليوم. هلموا هلموا، لدي رغيف حار. أنا جائع، أطعمني من خبزك. تفضل. اصبر اصبر. إنه مريض. هل أنت محتاج حقا؟ نعم أنا مريض. كلا، إنه ماكر محتاج. أعطني الصرة. وهذا كيس نقوده. أعطني صرتي. أيها المخادع، هل تستعطي من الناس بالمكر والحيلة؟ تعال هنا، توقف. قلت لك توقف أيها الماكر. اهدأ اهدأ أيها الحيوان. جزاك الله خيرا أيها الرجل العالم. حفظك الله يا رجل. لدي رمان. تحرم. لدي رمان طازج. أيها الكلب اللعين، ماذا فعلت؟ الويل لك. حسنا، هاتان الرمانتان لي، وأما البقية فسأرجعها له. خذ يا ولدي، خذ. شكرا لك يا شيخ. عفوا يا ولدي، عفوا. آه.
خذ، شافاك الله وعافاك. الشكر لله. خذ هنيئا مريضا. جزاك الله خيرا. اللهم شافه يا الله. حفظك الله يا شيخ. خذ وهذا لك. شكرا لك يا رب. السلام عليكم، هل تأذن لي بالدخول؟ وعليكم السلام، تفضل. ولكن من أنت وماذا تريد مني؟ لقد سمعت عنك الكثير وأردت لقاءك عن قرب. لقد رأيت أفعالا أقلقتني كثيرا منك. رأيتك تسرق من الخباز قرصين ومن بائع الرمان رمانتين، ثم رأيتك أعطيت ما سرقت من طعام للرجل الفقير. فما هذا السلوك؟ وما هو الثواب الذي سيكون من نصيبك؟ أخبرني في البداية من أنت لأجيبك على سؤالك. أنا رجل من ذرية رسول الله جعفر بن محمد. إذن فأنت جعفر بن محمد الصادق، ولكن كيف تركت علم جدك وأبيك ولم تطلع على كتاب الله تعالى؟ وما الذي أجهله من القرآن؟ يقول الله تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وعلى هذا فإني حين سرقت قرصي الخبز والرمانتين أكون قد ارتكبت أربع سيئات، ولكنني حين تصدقت بها نلت أربعين حسنة مقابلها. ولكنك أنت الجاهل بكتاب الله وغير مطلع. ألم تقرأ الآية القرآنية القائلة: إنما يتقبل الله من المتقين؟ لقد ارتكبت بسرقتك ذنبا كبيرا، حيث لم تستأذن صاحبي الخبز والرمان وتصدقت بما سرقت منهما، فإنك ارتكبت ذنبا آخر. يجب أن تتدبر في آيات القرآن يا رجل، وأن تفكر بشكل صحيح.